مساء الخير عليكم البنات، واش راكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير احسن خير. نلقاكم فيديوهات عالم ام امير. البنات شوفوا، بديت لكم بهاد لافوتو الشابه، قهوه سخون، الله الله مع حليب لي ممكن يخطيني من نفسي صرا عليا. هذا هو البوان فابل تاعي. بنات قبل ما تنساوني هبطوا ديروا لي جام وكومونتير شباب يا العزاز على قلبي. ولهاد المناسبه نحيي فاميلة الزوج تاعي اللي يتبعوا فيا كامل، وقالوا لاني الاهل الزوج تاعي قالوا له بلي انا نتبعوا في يعني فاميلتو خالاتيتو، قالوا له بلي فوالا انا نتبعوا فيها وراي هايله وكلش. نقول لهم نوجه لهم تحيه من هذا المنبر. فوالا هذا هو الفطور تاعي انا وزوج تاعي وليداتي صباح. فوالا هذه زبده الفول السوداني، ننصحكم بها وتمدوها لولادكم، هاي دير الذكاء مع هذه الشوكولا شيكوري، هذه مع شويه كونفيتور. وربي يرحمته وربي يدوم علينا وعليكم ويحفظها من زوال. يا ربي يا ربي يا ربي يا كريم، يفتح يا عليم، افتح البيبان على كل واحد محروم من حاجه يا ربي. كما راكم تشوفوا فرخت الزوج تاعي في البلو وانا في الغاز، حاجه باينه. او درت شويه سكر والخبز، الزوج تاعي راح شرا لي الخبز وجا. فوالا هذا هو كان فطورنا خفيف خفيف، حنا ما نزيدوش عليها ولا. وهذه المنظر كامل الناس تحب تشوفه في لي فيديو، كامل يقولك ورينا القهوه تاعك، قالوا لي بزاف لي كومونتير ورينا قهوتك صباح. فوالا هذه هي قهوتي الصبيحه سخون، الله الله شهيدكم في الجنه البنات، وربي يرزقني ويرزقكم ويوفقني ويوفقكم. كيما راكم تشوفوا بعد ما كملت كامل انا فطوري الصباح، كنت يعني نوري لكم هذا الزوج تاعي كان يتقهوى معايا، قلت ولا غير نوري لكم علاش لا كيما نقهوى وكيفاه يعني ربي يرحمته انا والزوج تاعي متفاهمين متراضين، على بالي واش ندير، على بالي هو واش يدير. المهم جامي درت حاجه بخفيته ولا هو دار حاجه بخفيتي. ربي ان شاء الله يدوم لنا نعمه ويحفظها من الزوال يا ربي. كيما راكم تشوفوا البنات كلينا وشربنا وتقهوينا، عمرنا لي بيل بيان، ومن بعد نضنا قلناش العمل الشاق هو دا لا كونفيتور يعني. بصح انا درت زبده الفول السوداني، يعني الزبده هذه نتاع الكاوكاو يقولوا، مانيش عارفه هكذا مخدومه، دير بزاف الطاقه والقوه مليحه للدراري. وانا درت شويه زبده الفول السوداني، فريمون هايله هايله عجبتني. ويعني هكذا بنينه، يعني تشوفي هكذا تقول بالك واش بنينه ولا غير هايله، وتكوني تاكلي فيها كشغل تاكلي في الكاوكاو. ورحت بيان سور شعلت الماشينه وقلت نغسل شويه حويجات مادام راني الصباح مازالني لي بيلا معمرين، قلت ولا غير نغسل شويه حوايج. غسلت والبنات انا ماشينتي عاديه، شوفوا ريتاكم تاع 12 كيلو، هذه عندها في ربع سنين ملي يعني ملي زادت اسيل كوندور 12 كيلو، يعني الروعه. مازالت جديده، نغسلها نحافظ عليها كما نحافظ على البيبي تاعي. فوالا هايله هايله، يعني جديده مازالت لي ما فسدت، ما قالت راسي ما والو، يعني روعه روعه. فوالا راكم تشوفوا انا نغسل البيوضه وحدهم والمارون وحدهم مع الكحوله واللي كولا غوجي تو نغسلهم وحدهم، ونشلل العادي في الباسينه كما اي وحده جزائريه تشلل في الكروانه عادي. ما كاين اللي يقولوا لي لا ماشين لا مارك نتاعك وشي، قلت لهم يا ناس انا نغسل بيدي تقريبا، هذه برك وشي معاونتني برك هذا في الطليان ابارسا، ولا غير حوايج البايض من داك ولا غير يعني تخرج صح فريمون، باسكو نخدم انا صابون السائل البلون هذاك وحدي. اللي حبيت نوريه نبارطاجيه معاه ماشي مشكل، ونشلل وحدي وربي يرحمته وتخرج الحوايج بالطبع. وكي بنتي بيان سور راح جابها الزوج تاعي من دارنا، الام يعني تلقاها غير تلقط واش تمد الوليده لبنتها. كنت هنا تقهويت العشيه كامل، قلت لها غن مور الغدا درت شويه قهوه انا وعجوزتي، قلت لها غن نصور معاكم. بعثت لي يعني شويه لوبيا شويه دس شويه مقهر، قلت لها ما راني علاش شربعتي لي فوالا. زيت الزيتون بيان سور مارغري ولا غير مازات لي ميزات، بعثت لي فوالا كيما راكم تشوفوا، بعثت لي ثاني زوج مقارون، بعثت لي كذا صوالح خفاف خفاف خفاف. وهنا انا كنت نعمر في الواحد في هذول لي بواط اللي شتوهم، يعني نعمر العدس، نعمر درت العدس درت اللوبيا درت الحمص. انا ما نحبش حاجه تكون في الساشيات البنات تقلقني فوالا. ومن هاد البنات اللي انا نخدم وانتم راكم تشوفوا، نقول لكم البنات اللي يربحوا في المسابقه ماذا بيهم يتصلوا بيا، يتصلوا بكوكو ماني هي اللي راهي عندها الرقم تاعي. و وبيان سور كي تكتبوا لها تفهموا في لي كومونتير باسكو ما عندي لا انستغرام لا والو. نشوفوا كيفاش تعطوا لي الاخر تاعكم باش نبعث لكم دراهماتكم، نكتب لي كتب ربي وربي يرحمته. هكذا البنات سمحوا لي اللوبيا هذيك كاده فقدت، قلت لها جوستي سيحتي نصها يا بنتي.
كيما راكم تشوفوا البنات البلات هادو هادو هما اللي صورتهم معاكم. كان اللي تفرغ لي حاجه انا بيان سور نغسلها ونحضيها نحقمها بيان ونحطها نقول فوالا كي تبان حاجه ديريكتومون ديريكتومون نواسيها نخبيها فيها نشري حاجه ولا نخبيها فوالا. كيما راكم تشوفوا كل شيء بالطبع على قبل حق راهو يأذن نخبينا نشتي الحاجة تكون محدية البنات. هذا هو الشغم تاعي كي نشوف حاجة محدية نرتاح نفسيا نرتاح هكذا البنات. والله شهيتكم يعني بهذا الفطور تاع الصباح في الجنة وقلت والله غنصور معكم واش ندير في نهاري واش نجوز واش هكذا. المهم كاين البنات تاني في الكومنت قالوا لي هذوك لي براسلي نتاعك مي شريتيهم شريتهم البنات 50 في الواحد هنا من باتنا يعني حاجة خفيفة برك. كيما راكم تشوفوا البنات عمرت كامل هادو لي بواط ثلاثه والمقارون كانت مازالت عندي ما حبيتش نفرخهم والبواط تاع السكر تاني هادو لي بواط ننصحكم بهم البنات شويه غاليين مي روعه لا هو لا والو كل شيء تاعكم يقعد جديد دايره قهوه وسكر وملح حاشا عينيكم ربح يعني. ويعني درت السكر بقى زاد الكيلو اللي بقالي قلت نكملو هنا مادام ماهيش معمره نكملو وخلاص. كيما راكم تشوفوا البنات هذه هي روتين خفيف ظريف والسله العجيبه هذيك اللي مقابلتكم هذيك هي اللي ندير فيها كامل حوايجي البنات ندير فيها نديرها من ورا الفريجيدار كي نكون حنس فيها ولا نجبدها باش نس فيها ونعاود ردها فوالا. كيما راكم تشوفوا البنات ان شاء الله يا ربي اي وحده كاين بزاف لي كومونت يقولوا لي المطبخ تاعك شباب البنات صدقوني نتوما بالك تشوفوه شباب تشوفوا انا نشوفه عادي يعني انسانه متواضعه زوج تاعي خدمته عادي مانيش زعما عايشه كيما راكم تخيلوها نتوما ماني عادي انسانه كيما نتوما واش هي واش القناعه هي صح البنات قنعوا 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 باش ربي يبارك لكم قد ما تقنعوا قد ما ربي يزيد لكم الخير تاعو. وهنا جيت نوري لكم كيف طبقوا هذا الطراشن الميكروفايبر هادو بيان سور انايا دائما نخبيهم في السليل الله 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 محطيين هنا دوش نشتي شوفوا نخبيهم هكذا نعمر سليله هذه عندي جابده ثلاثه ولا وهذو نمسح بهم المواعين كي نغسلهم نمسح بهم الخضره سمحوا لي البنات. المهم هذو شاريه منهم بزاف نشري هذو منهم اكثر من الماكله سبحان الله تقول لي جوستي انت ما تشبعيش من هذو الشيفونات هذو حاجه حشاكم كل ما والله نشتي ما نشتيش حاجه تكون مدايره ولا كيما راكم تشوفوا البنات هنايا قضى لي زوج تاعي كنت غسلتها شوفوا الخضره انا مارغريت خسر نغسلها ما نقدرش لازم ما وخل وملح ولا هكا المهم نغسلها نعقمها مع هذا المرض مع هذا نخاف وشوفوا لا روماركيتو الفلفل كاع نحيلو دوك الروس تاعو بالمقص تحب يكون معدول على باليش نقلق. كيما راكم تشوفوا البنات وقضى لي شويه بسبه شويه لفت شويه زروديه شويه فلفل شويه هكا المهم خردل هذا شويه خيار شويه طماطم عدلت كلش بالطبع شهيتكم في الجنة. والبنات نقول لكم ما تنسونيش بكومنتير وما تنسونيش بجام وتبارطاجيو القناة تاعي لو ماكسيموم تهلاو في روحكم في صحيحتكم في الناس اللي تحبوهم وقال خير.